وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الآية القرآنية الشريفة ينبغي أن تجعل هي الإطار العام لحياة الإنسان ولحياة الأمم وحياة شتى المجتمعات والتجمعات، ويجب أن يجعلها الإنسان نصب عينيه دائما لكي تكون هي الملهم وهي المرشد وهي المربي وهي المسدد أيضا. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. الحديث حول هذه الآية الشريفة حديث متشعب وطويل ومتعدد الأبعاد، لكن لعلنا نقتصر في هذه الليلة بإذن الله تعالى على كلمة واحدة في هذه الآية، وهي كلمة بنيانه. أفمن أسس بنيانه، هذه الإضافة إضافة البنيان إلى الضمير أفمن أسس بنيانه لها دلالة عميقة، بل دلالات عميقة، وهي ترتبط بنحو ما بإشارة دقيقة إلى قوله سبحانه وتعالى، وبقوله سبحانه وتعالى: قل كل يعمل على شاكلته. كيف تكون شاكلة الإنسان النفسية على ضوء وعلى مثل تلك الشاكلة النفسية يكون بنيان الإنسان، سواء كان بنيانه مؤسسات بشرية أم كان بنيانه مؤسسات مادية، سواء كان بنيانه عائلة بنى أسرة أم كان بنيانه تنظيما بنى نقابة أو حزبا أو تجمعا أو جمعية أو اتحادا أو دولة، أي شيء كان، بنى مسجدا أم حسينية أم مدرسة أم ميتما أم مكتبة أم غير ذلك، أم شركة ومتجرا ومعملا ومصنعا وغير ذلك، فإن هذا البنيان هو على شاكلة الإنسان،
ولذا قال الله سبحانه وتعالى أفمن أسس بنيانه، إذن هذا البنيان ينتسب له ويرتبط به ويعكس خصوصياته. هذا الإنسان الذي هو بالطبع مستبد، في ذاته إرهابي، في ذاته مستبد، هذه شاكلته النفسية في تعامله مع زوجته ومع أولاده، يكون إرهابيا مصغرا، يكون حجاجا مصغرا. في تعامله مع موظفيه إذا ماكو رادع أو مانع من رقابة دولة أو رقيب أو حسيب أو منافس، فإن هذه الشاكلة النفسية تتجلى في طريقة تعامله مع موظفيه، مع جيرانه، مع تلامذته، وهكذا وهلم جرى. قل كل يعمل على شاكلته. تلك الآية تفسر فيما تفسر هذه الآية القرآنية الكريمة، أفمن أسس بنيانه. إذن الحقيقة الأولى التي نستفيدها من هذه الإضافة أن كل بنيان فإنه معلول للشاكلة النفسية التي عليها الإنسان، وهو بتعبير آخر تموج لذاته وانعكاس عن ذاته. هذه هي العلة وذاك هو المعلول. الإنسان بأية صفة كان، الإنسان الجبان في ذاته، فإنه في لسانه جبان عن قول الحق، عن الأمر بالمعروف. هذا اللي ما يأمر بالمعروف ليش؟ لأن شاكلته النفسية جبان ورعديد. ذاك الإنسان الذي يصدح بالحق ويأمر بالمعروف ويهنى على المنكر ليش؟ لأن شاكلته قل كل يعمل عملا لسانيا تفسيرا بالمصداق على شاكلته. فالإنسان عليه على ضوء ذلك أن يغير شاكلته النفسية لكي تتغير أبنيته الخارجية. إذا الإنسان راد منظمته أو جماعته أو الحوزة العلمية التي أسسها أو المدرسة أو المكتبة أو الدولة، أراد أن تتطور وتتحول تحولا إيجابيا، أو أسرته تكون هذه الأسرة أسرة من الأولياء. قل كل يعمل على شاكلته. كيف هي شاكلته؟ ستكون أفعاله وأقواله وحتى تفكيره على طبق شاكلته، يعني حتى النية تنبع من الشاكلة. الإنسان كيف ينوي؟ شخص الآن أن تفكروا تنوي أن تؤسس 1000 مسجد، حقيقة هكذا نويت، هذا نابع من شاكلتك. أما ذاك الإنسان الآخر يقول إحنا وين وهاي الأعمال وين، أنا خلي أعيش وأعيل زوجتي وأولادي، أيضا هذا قصور في الشاكلة وتقصير أيضا بنوع ما وبنحو من الأنحاء. إذن الحقيقة الأولى في هذه الآية القرآنية الكريمة، المضاف معلول للمضاف إليه من جهة، هذا في عالم الثبوت، وأما في عالم الإثبات فإن البنيان يكشف الإنسان، يعني الإنسان من جهة هو علة للبنيان وشاكلته وطريقته وكيفيته وهندسته، من جهة ثانية إذا تريد تكتشف نفسية هذا الإنسان في عالم الإثبات فشوف مؤسساته، شوف أعماله، شوف تصرفاته، شوف هل يغتاب، فاعرف أن هذا الإنسان المغتاب اللي هو بعيد إن شاء الله عن مثل هذا الجمع الطيب، هناك لا توجد تقوى حقيقية في النفس، لأنه قل كل يعمل على شاكلتي. هل يكذب؟ هل ينوم؟ بعض الناس طبيعتهم إيجاد الفتنة، يعني ينقل كلام سلبي من زيد لعمر ومن عمر لزيد حتى يوقع بينهما الفرقة والاختلاف، بين شخصين، بين مؤسستين، بين جماعتين، بين دولتين، بين شعبين، وهكذا وهلم جرى. إذن إذا أردت أن تكتشف عمق هذا الإنسان فشوف كلماته، شوف تصرفاته، شوف عينه، هل يراقب عينه أم أنه يطلق لعينه لا سمح الله العنان لكي تنظر إلى المحرمات، هذا يكشف شاكلته، هذا إنسان مو متقي. هذه هي النقطة الأولى. نذكر لكم
مثالا هاما ومعبرا في الوقت نفسه، ثم ننتقل للنقطة الثانية بإذن الله تعالى. الميرزا محمد تقي الشيرازي، قائد ثورة العشرين، هذا الإنسان العملاق العظيم، خلينا نشوف شاكلته كيف كانت وكيف تجلى ذلك على جوارحه. هذا الرجل استطاع، والعراق ذاك الوقت بلد أضعف من البلد الآن كما هو واضح، نفوس العراق ذاك الوقت أقل من 10 ملايين، ربما 4 أو 5 ملايين كانوا، الآن حوالي 30 مليون، وكانت أسلحة العشائر المقوار وما أشبه ذلك من الأسلحة البدائية. الاستعمار البريطاني كان أقوى دولة في عالم ذلك اليوم، يعني أقوى من دول العالم اليوم حاليا، لأن دول العالم اليوم لها منافسون، لكن هم يعني الاستعمار البريطاني كانت الإمبراطورية العظمى الوحيدة في العالم، ومن ورائها الهند المستعمرة، ومن وراء هذه الإمبراطورية الصين المتحالفة معها في ذلك الوقت، ومن ورائها الكثير من بلاد الشرق الأوسط. هذا الإنسان العالم الزاهد الورع، لاحظوا، خلنا نذكر لكم نموذجين أو 3 نماذج من قيادته لهذه الثورة العظيمة، اللي استطاع أن يدحر ب4-5 ملايين لا يملكون إلا أسلحة بدائية هذه الإمبراطورية العملاقة المثخنة أو المتخمة بالأسلحة المتطورة. هذا الإنسان رغم أنه كبار الضباط في ذاك الوقت كانوا يزورون إبان الثورة، وكبار رؤساء العشائر، وكبار الشخصيات بمختلف ألوانهم وأشكالهم، إلا أن ملابسه كانت مرقعة. هذا منظر غير مستساغ، لا يتحمله الناس، يعني شخص يقود ثورة عالمية قل نظيرها ثم ملابسه مرقعة. سألوا ابنه الشيخ عبد الحسين، قالوا له ليش والدك هكذا؟ قال في الواقع والدي يمتلك فقط مزرعة واحدة ورثها من والده في شيراز، وقد قرر أن لا يصرف على شؤون الأسرة إلا من وارد تلك المزرعة، لا حقوق شرعية ولا هدايا ولا أي شيء آخر، وإن كانت الهدايا تنهال عليه قطع النظر عن الحقوق الشرعية يريد يحتاط بها ما يخالف، لكن الهدية ما بها إشكال. لكن مع ذلك فرض على نفسه وأسرته أن لا يعتاش ويعيش ويقتات إلا على وارد تلك المزرعة اللي تجي من شيراز، فسنويا يؤمن حياته وحياة أسرته من هنالك. وهذا ما يكفي إلا لهذا المقدار، أنه مقدار الأكل العادي، وإلا مقدار هذا اللباس اللي ينبغي أن يرقعه، وإلا إذا يريد شوية يكون في رفاه لازم يستفيد من أموال أخرى، وهو لا يريد ذلك. ما الذي يكشف هذا التصرف عنه؟ هذا التصرف يكشف عن شاكلته النفسية. هذا الرجل كان عبدا لله ولم يكن عبدا للهوى، ولأنه كان عبدا لله حقيقة تغلب على الاستعمار البريطاني، تغلب بقوة الروح وبقوة الاستناد إلى الله، مو بقوة مادية ظاهرية. هكذا الإنسان كان. من جهة ثانية عند قيادته للثورة من الطبيعي أن شخص بمستواه اللي المندوب البريطاني السامي كان يطلب اللقاء به وهو يرفض، هذا الإنسان كان هناك زحام عليه وزوار كثرة واجتماعات وشخصيات ورؤساء عشائر وقادة عسكريون وغيرهم، فطبيعي أن كثير من الناس من صغار ومن مستضعف في رجال الدين أو غيرهم بعد ما كانوا يقدرون يصلون إليه. لكن شوفوا شاكلته النفسية، لا السلطة المعنوية ولا القوة، أنه قاعد يدحر الاستعمار البريطاني لم يغره أي شيء منها ولم يغير أفعاله. ليش؟ لأن شاكلته جواهر. قال للطلبة
أنه أنا الآن البرنامج هكذا، أنه قيادة ثورة بعد وناس كثرة يتوافدون علي من كل حدب وصوب من مختلف أنحاء العراق، يزوره القادة والشخصيات والعشائريون، فما عندي فرصة لكي ألتقي بكم ولكي أكون معكم كما كنت معكم. لكن الحل هذا يؤلمني، أنه أنا بعد صلاة الصبح أطلع برا أتمشى في فلان منطقة، وذاك الوقت ماكو بعد لا شيخ عشيرة يجيني ولا ضابط، هذا موعد خاص أحدده لكم، وماكو معايا شخص لا حارس ولا مسلح ولا شيء آخر، فأي شخص كانت له حاجة فليأتي ذاك الوقت. فكثير من الطلاب وغيرهم في ذاك الوقت بعد صلاة الصبح كانوا يقصدونه ويجدونه يتمشى وحده أو برفقة شخص واحد، وهو قائد عالمي عظيم عملاق. هذا ليش؟ لأنه هو عبد لله حقيقة، ليس عبدا للهوى، لا الشهرة لا الرياسة لا الكبكبة الظاهرية لا الدبدبة، إن صح هذا التعبير، أغرته شاكلته هكذا كانت، هكذا بنى نفسه على أن تكون شاكلتها كذلك. أفمن أسس بنيانه، هذا العالم العظيم أسس بنيانه على هذه الحالة، على أن يكون عبدا لله. إذا إحنا أيضا كنا كذلك، إذا واحد حصل مليار أو هو مفلس سيان، أنتم لاحظوا كثير من الناس ليس كذلك، يعني إذا مفلس يجي المسجد يكون حمامة المسجد، يذهب إلى حرم الإمام الحسين عليه السلام أو إلى العمرة بتهجد وخضوع وتعبد وانقطاع، لكن إذا صار ملياردير بعد الثواني عند لها قيمتها، وين أروح أضيع وقتي في المسجد ساعتين؟ ليش صلاة الليل مثلا ربع ساعة تطول إذا يصلي خمس دقائق أو دقيقتين أو ما يصلي؟ هذا الإنسان شاكلته الواقعية لم تكن كذلك، يعني كذب، كان كاذبا في صلاته بالليل، كان كاذبا في كونه حمامة المسجد، ولذا قبل القرآن ذاك الحاكم المعروف وقال هذا فراق بيني، معروف بعد هذه القضية. إذن ربما كان عبد الملك ابن مروان، هذا الإنسان كان يعبد الله حمامة المسجد مرابط، لكن الشاكلة كانت شاكلة كاذبة، فظهرت عند أدنى تقلب الإنسان الذي شاكلته شاكلة إنسان مؤمن صالح لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، سواء كان وزيرا أم كان فراشا، عند السيان هو نفس ذاك العبد لله ونفس ذلك المتواضع مع الناس، ما يتعالى على الناس، عنده خل يكون منصب، خل تكون له علوم الأولين والآخرين، لكنه متواضع أشد التواضع. إذن الحقيقة الأولى في هذه الآية الشريفة أن العمل الخارجي وحتى النية هي مما تنبعث تلك النوايا والأعمال عن شاكلة الإنسان وعن نفسه وكمونه وجوهره وما يبطنه. أفمن أسس بنيانه، لذا هذا البنيان قد أسند له، ليش؟ لأن هذا البنيان معلول لهذا الإنسان. الحقيقة الثانية هي أن كل بنيان فإن له تموجات، يعني الإنسان يبني أسرة لكن يبني هذه الأسرة على سوء الخلق، دائما يصيح وينفجر غضبا وما أشبه ذلك من قبائح الأخلاق ورذائلها، هذا له تموج هو مسؤول عنه، يعني ابنه يولد ويتربى وينمو عصبية، فمع التلاميذ في المدرسة أيضا يكون بنفس تلك الشاكلة وعلى نفس تلك الطريقة، فإذا ابنه ضرب شخصا هو مسؤول، ليش؟ لأن هذا التموج لفعله هو، انعكاس لفعله هو، ولذلك من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة، هذه التموجات، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. عندما الإنسان يبني أسرته على الصلاح والتقوى، فابنته أو ابنه أو إخوته أو أبناء عمومته
هؤلاء أي فعل حسن فعلوا أو أي فعل طالح فعلوا. إذا هو كان مستبد، ابنه عندما يأسس شركة يصير مستبد. إذا كان هو استشاري والشوري ويعمل بأقوال الأمير والرسول عليهما الصلاة والسلام في الشورية والمشورة، وكما في الرواية المؤمن يأكل بشهوة أهله، يشوف أهله شي يريدون يماشيهم، والمنافق يأكل أهله بشهوته، هو المحور، عبادة الذات الأنا. إذن هذه هي القضية الثانية، أن هذه الشاكلة التي عليها الإنسان أو البنيان النفسي يتموج على البنيان الخارجي، ثم هذا بدوره يتموج على الآخرين. نذكر لكم أيضا مثالا فيه عبرة، فلنحاول أن نكون هكذا إن شاء الله. السيد الوالد رحمة الله تعالى عليه كان بنيانه فيما كان على تأسيس المؤسسات، أي شخص كان يشوفه، أي إنسان يشجعه، أنتم حتى إذا التقيتوا بشخص لمدة دقيقة فانتهز هذه الدقيقة للتوجيه وللنصح، ليش تقضي الوقت في أحاديث عادية؟ أنا بهذه الكلمة قد أبذر بذرة طيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فليش أضيع وقتي؟ أشوقه بعد السلام وبعد الترحيب المبدئي أشوقه لتأليف كتاب أو تأسيس جمعية لرعاية الأيتام أو أي شيء آخر، تأسيس مسجد حسينية مكتبة وهكذا وهلم جرى. الوالد رحمة الله تعالى عليه كان من هذا القبيل، كان هو رجل مؤسس لمؤسسات كثيرة، وكان كلامه يتموج كذلك. إحدى تموجات كلماته أذكرها لكم بدون تفاصيل وإنما كإشارة، بعض كبار الشخصيات من إفريقيا ومن أوروبا قبل حوالي 40 سنة وأكثر جاءوا إلى كربلاء والتقوا، بعضهم كان من مؤسسات بلال مسلم ميشن وبعضهم كان من الخوجة المعروفين وآخرون، ومنهم المرحوم الملا أصغر رحمة الله عليه. هؤلاء بعضهم أحياء بعضهم أموات، لكن الملا أصغر منهم توفي قبل 40 سنة 45 سنة أقل أكثر، مرارا عديدة كانوا يأتون إلى كربلاء ويلتقون بالوالد أيضا. الوالد كان يشوقهم ويحرضهم على تأسيس مؤسسات كثيرة في أنحاء العالم، لأن كثيرا ما الإنسان يؤسس مؤسسة واحدة ويكتفي هكذا، يعني شاكلته شاكلة صغيرة، حجم النفسي حجم صغير، لكن بعض الناس لهم طموح بلا حدود وهمة بلا حدود، ما أكو سقف لطموحه. فيمكن واحد يأسس لمؤسسة مسجد أو حسينية أو مكتبة ويكتفي، لكن الوالد كان يشوق الملا أصغر وغيره والكثير الكثير الكثير من الأعلام ومن الوجهاء والتجار والشباب والنساء وحتى الأطفال على أن ينطلقوا وأن يتمسكوا بحبل الهمة الرفيعة. فإن أمير المؤمنين عليه صلوات المصلين قال: يطير المرء بهمته كما يطير الطائر بجناحيه، كما قال أيضا: ما رام امرئ، يعني ما قصد أمرا إلا ناله أو دونه يقترب منه على حسب ما ييسره له الرب الكريم. هذه القضية كانت قبل 45 سنة 40 سنة أقل أكثر، يعني في فترات متقاربة. قبل حوالي يمكن 12 سنة أو أقل أو أكثر، هل حوالي 10 سنوات ربما، التقيت وأنا شخصيا هذا العبد الفقير بالملا أصغر صدفة في الطائرة، ركبت وإذا أشوفه وأيضا مقعده إلى جواري، فكانت فرصة طيبة للحديث، كنا نعرفه من قبل ويعرفنا ونتزاور في قم وغيرها. فسألته قلت له: أنا سامع بأنه أنتم ولله الحمد هذه الجماعة وهذه المؤسسة لكم مؤسسات في 30 دولة من دول العالم أو 40، فهل هذا الخبر صحيح أو دقيق؟ ربما قلت له سامع في 40 دولة، فقال لي حسب تعبير سيدنا: هذا الخبر كلش قديم،
احنا الان لنا مؤسسات في 110 من الدول من دول العالم، هكذا رجل واحد او مجموعة واحدة بهمة كبيرة وبتشويق اشخاص، ربما كان منهم الوالد، لعله كان هناك مشوقون اخرون ايضا، لكن في حدود علم الوالد كان مشوقا ومحرضا قويا جدا وله دافعية هائلة، ولعل آخرين أيضا كانوا من المشوقين. استطاعوا أن يؤسسوا مؤسسات في 110 من دول العالم. هكذا الإنسان إذا كانت نفسيته نفسية رفيعة، إذا كانت شاكلته النفسية شاكلة غير محجمة ومتحجمة، فإنه ينطلق. ولا بأس أن أذكر بأنه قبل وفاة الملا أصغر الله يرحمه بشهر تقريبا، شاهدت ربما بين اليقظة والمنام، كان ربما كان منام الله أعلم، لكن كانت رؤيا صادقة على أي تقدير. سمعت هاتفا يقول إن شخصين من أولياء الله سيموتون عن قريب، أحدهم الملا أصغر. وهكذا كان، يعني خلال أقل من شهر تقريبا توفي الملا أصغر، وأنا ذاك الوقت كنت في الكويت. الإنسان إذا كان بهذا النمط، يعني كان بنيانه النفسي بنيان عبد لله، ليس عبدا للهوى ولا للشهوات، فإن بنيانه الخارجي أيضا سيكون بنيانا مباركا بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن النقطة الثانية في هذه الآية القرآنية الشريفة أن البنيان بنيان يتموج ولا يقف عند حد. النقطة الثالثة هي أن هذا البنيان لا ينمحي، وهي نقطة خطيرة ومخيفة أيضا. يعني الإنسان لا سمح الله إذا صدرت منه كذبة واحدة، الكذبة تذوب، لا تبقى في إرشيف الكون وفي الأثير ولا تنمحي أبدا. هاي الكذبة ستبقى ما نشوفها، لكن هاي الطاقة، الطاقة تبقى مخلدة، المادة أيضا تبقى. ثم الله سبحانه وتعالى هذه الطاقة يحولها في يوم القيامة إلى مادة، ووجدوا ما عملوا نفسه مو أجرة مو جزاء، هو ووجدوا ما عملوا نفس ما عمل، يعني نفس الكذبة تتحول عقرب فتلدغه، مو شيء آخر. نفس الصلاة تتحول إلى رجل صالح منير يدله الطريق في مجاهيل المحشر. الغيبة كذلك، التهمة كذلك، النميمة كذلك. هذه الشاكلة أو هذا البنيان، أفمن أسس بنيانه، هذا البنيان مين محي خلص. يعني واحد كذب كذب لا سمح الله، نظر إلى امرأة أجنبية الصور انتهى، لا هذه تبقى إلا في صورة واحدة، أن الله سبحانه وتعالى يتدخل إعجازيا ويفعل كما قال في القرآن الكريم أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. في هذه الصورة نعم، لولا هذه الصورة هذه لا تنمحي، ماكو شيء بالكون ينمحي. العلم الحديث أيضا أثبت ذلك، الآن أنا إيدي حركتها، هذه الحركة ما تنمحي، ليس فقط صورة، العلم وصل إلى جزء منه، هاي الحركة الآن صورت راح تبقى 10 سنوات بعد، الحركة ظاهرا منعدمة لكن الصورة التلفزيونية موجودة. الأكثر من ذلك نفس هذه الحركة موجودة بس احنا ما نشوفها، الآن قاعد نشوف تجلي من تجلياتها. نفس الكذب موجود، نفس الكلمة الطيبة موجودة، مو أنه أجرها فقط موجود. إذن هذه هي القضية الثانية، فعلى الإنسان أن يحذر جدا، لا يقول هسه هاي نظرة بريئة عابرة، لا تبقى وتبقى وتبقى. وكل إنسان ألزمناه شنو طائره في عنقه، نفسه هذا العمل يلزم عنق الإنسان. وكل إنسان ألزمناه طائره، طائر الشؤم أو طائر السعد، طائر عمل الخير أو طائر عمل الشر، هذا نفسه يلزم عنق الإنسان مو شيء آخر. بنى مسجدا يلزمه، بنى مسجدا لله أو لتفريخ إرهابيين كما قاعد نشوف الآن في بعض الجهات، هذا يلزمه في عنقه. بنى أسرة لماذا؟ بنى شركة لماذا؟ إذن هذه أيضا النقطة الأخرى في الآية الشريفة، وهناك نقاط أخرى عديدة
لكن يبدو أن المجال لا يتسع، ولأن يوم بعد غد يصادف ذكرى ميلاد السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، لذا بهذه المناسبة العطرة وعلى ضوء هذه الآية الشريفة نقرأ لكم هذه الرواية التي تكشف الشاكلة والتي تكشف جوانب من البنيان الذي بنت عليه الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليها السلام حياتها، لذا أضحت معلما على مر التاريخ، وكذلك رسول الله، وكذلك أمير المؤمنين عليه صلوات المصلين. الرواية قسم منها أقرأها من البحار، بحار الأنوار، وقسم منها نقرأها لكم هكذا. شخص أعرابي من بني سليم خرج من قبيلته، بني سليم كانوا 4000 إنسان أو أكثر، خرج من عشيرته قاصدا رسول الله، سمع أن هنالك شخصا يدعي بأنه رسول الله، فهو استنكر ذلك واستهجن ذلك والعياذ بالله، وقال لازم أروح، المهم أتعامل مع هذا النبي بالمنطق الخشن. فخرج هذا الرجل في الصحراء، في الأثناء وجد ضبة، الضبة حيوان صغير شبيه بالفأرة، رأسه صغير، عنقه قصيرة، لكن له ذيل طويل كثير العقد، يمكن تشوفون صورته، حيوان صغير المهم. فشاهد ضبا في الصحراء فطارده إلى أن أمسكه ووضعه في كمه، قسم من الناس ترون أكمامهم طويلة، فهذا وضعه في كمه، يبدو شجاعتهم كانت لا بأس بها، اللي يخلي الضب الحي في كمه. نقرأ الرواية نصها لا بأس. خرج أعرابي من بني سليم يتبدى في البرية، فإذا هو بضب قد نفر من بين يديه، فسعى وراءه حتى اصطاده، ثم جعله في كمه وأقبل يزدلف نحو النبي صلى الله عليه وآله، فلما أن وقف بإزائه ناداه يا محمد يا محمد. احنا نقتطف بعض المقاطع من الروايات، فعندما النبي أجابه، النبي كرر نفس اللفظة في فلسفة، قال ذاك الأعرابي الجاهل مخاطبا الرسول العظيم والعياذ بالله: أنت الساحر الكذاب الذي ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء، من ذي لهجة هو أكذب منك والعياذ بالله، أنت الذي تزعم أن لك في هذه الخضراء إلها بعث بك إلى الأسود والأبيض فولات حسب تعبيره والعزة، لولا أني أخاف أن قومي يسمونني العجول لضربتك بسيفي هذا ضربة أقتلك بها، فأسود بك الأولين والآخرين. من هذه القضية ومن لاحقها يظهر أن هذا الرجل كل الشجاع كان، لأنه النبي كان جالس حول مجموعة من الناس والصحابة هو وحده، ويدري ذولا شجعان أيضا، لكن كان إنسان شجاع، آخر الخبر يدل على مدى شجاعته. فوثب إليه عمر بن الخطاب ليبطش به، فقال النبي: أجلس يا أبا حفص، فقد كاد الحليم أن يكون نبيا. هنا نقطة توقف، شوفوا النبي منهجه الحلم، لكن منهج بعض الناس الآخرين مثل هذا الرجل منهج البطش، قل كل يعمل على شاكلته، أفمن أسس بنيانه بنيان الحلم، المؤمن حليم، فهذا المنهج شوفوا أي المنهجين أحب للإنسان، هذا المنهج أو ذاك المنهج، أي المنهجين أرضى للرب، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ثم النبي نفسه موجود، وينبغي أن لا يسبق الإنسان القائد والرسول والنبي بالشيء، فشلون يثب هكذا؟ فوثب إليه عمر بن الخطاب ليبطش به، فقال النبي صلى الله عليه وآله: أجلس، فقد كاد الحليم أن يكون نبيا. أما شوفوا منهج النبي، شوفوا الشاكلة، شوفوا البنيان النفسي وتجلياته. ثم التفت النبي صلى الله عليه وآله إلى الأعرابي فقال له: يا أخا بني سليم، هكذا تفعل العرب؟ يعني دغدغ في المشاعر العربية، هاي شلون أخلاق؟ يتهجمون علينا في مجالسنا، تجي تهجم علي في بيتي، يجبهوننا بالكلام الغليظ، مو مناسب، أنت كعربي مو هذا أسلوب الإنسان العربي،
المسلم طبيعي، والعربي أيضا ينبغي أن يكون قمة في الرفق وفي اللطف والحلم، ويثب إليه ليبطش به. يا أعرابي والذي بعثني بالحق نبيا، إن من ضر بي في دار الدنيا هو غدا في النار يتلظى. يا أعرابي والذي بعثني بالحق نبيا، إن أهل السماء السابعة يسمونني أحمد الصادق. يا أعرابي أسلم تسلم، الموعظة الحسنة أخلاق ثم موعظة حسنة. يا أعرابي أسلم تسلم من النار، يكون لك ما لنا وعليك ما علينا، في الحقوق متساوي، لا عدنا إحنا أبيض لا أحمر، لا عربي لا فارسي لا هندي، وإنما كل مسلم فإنه أخ للمسلم في كل الحقوق معه سيان. يكون لك ما لنا وعليك ما علينا، وتكون أخانا في الإسلام. قال فغضب الأعرابي لأنه مشحون، وقال واللات والعزى لا أؤمن بك يا محمد أو يؤمن بك هذا الضب. الرواية طويلة، فالنبي صلى الله عليه وآله اقتصر منها على موطن الشهادة، أشار للضب وسأل الضب من أنا، فالضب نطق بالشهادتين. فقال له النبي أيها الضب من أنا، فإذا هو ينطق بلسان فصيح ذرب غير متلكئ أو قطع، فقال أنت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. فقال له النبي من تعبد، يسأل الضب، فقال أعبد الله، لأنه الحيوانات أيضا تعبد، حتى الجماد أيضا يعبد الله سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال أعبد الله عز وجل الذي فلق الحبة وبرأ النسمة واتخذ إبراهيم خليلا واصطفاك يا محمد حبيبا. إلى أن يقول فلما أن نظر الأعرابي إلى ذلك منصف، بعض الناس ما عنده إنصاف، تجيب له الدليل لكنه أعمى بصره وسمعه وقلبه، طبع الله على قلبه، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. تقول له النبي يعلم الغيب، الأئمة يعلمون الغيب، يقول لا هذا الشرك هذا كفر. ليش؟ يقول لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نقول له ليش ما تقرأ الآية الثانية؟ إشمام تقرأ الآية الثانية أصم سمعه. الله سبحانه وتعالى يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا، يستثني، بس إش ما تقول له هاي الآية، يرجع لأنه إنسان مكابر ومعاند وانتهى الأمر. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، والآيات الأخرى العديدة. ما يفهم لا قرآن ولا منطق الطولية. أما الأعرابي عندما يشوف هذه المعجزة خلاص رغم قساوته. فلما أن نظر الأعرابي إلى ذلك قال وعجب ضب اصطدته من البرية، ثم أتيت به في كمي لا يفقه ولا ينقح ولا يعقل، يكلم محمدا صلى الله عليه وآله بهذا الكلام ويشهد له بهذه الشهادة، أنا لا أطلب أثرا بعد عين، مد يمينك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأسلم الأعرابي وحسن إسلامه. ثم التفت النبي إلى أصحابه، لاحظ هذه كلها دروس، فقال لهم علموا الأعرابي سورا من القرآن. إذن أول ما نبتدئ به تعلم القرآن الكريم. الآن نسأل إحنا كم عندنا من مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وكم إنسانا من المسلمين في العالم يحفظ القرآن الكريم؟ قليل. هذا المطلب علينا أن نتأسى أول ما أسلم، إذن خلي يعلموا القرآن الكريم. فقال لهم علموا الأعرابي سورا من القرآن. الوالد رحمة الله عليه قبل 45 سنة أقل أكثر مع جمع من الأعلام في كربلاء المقدسة أسسوا مدارس الحفاظ والحافظات للقرآن الكريم، وكان الحفاظ حوالي 1500 تلميذ وطالب، والحافظات 1200 أو أقل أو أكثر.
ونفوس كربلاء في ذاك الوقت أقل أو حوالي من 150,000 إنسان، فحوالي 3,000 طالب وطالبة أو أقل قليلا حفظوا القرآن الكريم. الآن الدولة الجائرة نسفت وهدمت هذه المدارس كما هو دأب الاستعمار، لأن ما يريد القرآن يسود. ماذا لو صنعنا نحن كذلك في كل بلد أن تؤسس المئات بل الألوف من مدارس تحفيظ القرآن الكريم؟ فقال لهم: علموا الأعرابية سورا من القرآن. قال: فلما أن علم الأعرابي أو علم سورا من القرآن قال له النبي: هل لك شيء من المال؟ إذن هم معنى هم مادة، هم آخرة هم دنيا. هكذا ينبغي أن يكون بناء المؤسسات، مؤسسات تتكفل بالجانب المعنوي مثل المساجد والمدارس والحسينيات، وأخرى تتكفل بالجانب المادي مثل شنو؟ مثل الميتم، ميتم للأيتام، ومثل أفرض المستوصف وما أشبه ذلك. الرواية طويلة، نصل إلى بيت القصيد. ثم التفت النبي صلى الله عليه وآله فقال: من يزود الأعرابي؟ لأن الأعرابي قال ما عندي فلوس. وأضمن له على الله عز وجل زاد التقوى، يعطي طعام. الفقر كان مدقع. سلمان قال: أنا راح أتابع الموضوع. فسلمان انطلق حتى طاف بتسعة أبيات من بيوت النبي صلى الله عليه وآله فلم يجد عندهن شيئا. كان عنده تسع زوجات النبي، لكن النبي أيضا زاهد ومتقشف، وإلا كانت تأتيه ثروات، لكن النبي كان زاهدا حقيقة. تسع زوجات من زوجات النبي ماكو عندهم شيء. فقال شنو سلمان؟ خلي أمر على بيت فاطمة عليها السلام. فاطمة حتى إذا ما عندها شيء راح تدبر بأي طريقة أخرى. كثير من الناس هكذا، إذا عنده ما يعطي والعياذ بالله. بعض الناس إذا عنده يعطي، إذا ما عنده ما يعطي، لكن بعض الناس ما عنده يروح يقترض ويعطي. فلما أن ولى، يعني سلمان راجعا، نظر إلى حجرة فاطمة عليها السلام فقال: إن يكن خير فمن منزل فاطمة بنت محمد. فقرأ الباب فأجابته من وراء الباب. واحد يفتح الباب حتى كل رجل أجنبي يتصفح حتى وجه المرأة؟ لا، المرأة كما تقول الزهراء عليها السلام خير لها شنو؟ أن لا يراها رجل وأن لا ترى رجلا. فأجابته من وراء الباب: من بالباب؟ فقال لها: أنا سلمان الفارسي. فقالت له: يا سلمان، وما تشاء؟ فشرح قصة الأعرابي والضب مع النبي. قالت له: لاحظوا يا سلمان، والذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله بالحق نبيا، إن لنا ثلاثا ما طعمنا، 3 أيام حتى كسرت خبز يابسة ما أكلنا هكذا، وإن الحسن والحسين قد اضطربا علي من شدة الجوع، ثم رقدا كأنهما فرخان من توفان. لاحظوا هكذا الزهد، هكذا الورع. عندما وصلوا إلى الثروات الهائلة أيضا كان حالهم كذلك. لكن لا أرد الخير إذا نزل الخير ببابي، رغم أن الوضع هكذا، 3 أيام ما ماكلين شيء، والإمام الحسن وهم سادات أهل الدنيا والآخرة رقدا بهذه الحالة، مع ذلك ما أرد الخير. يا سلمان، خذ درعي، نوع من الملابس هذا، ثم امضي به إلى شمعون اليهودي وقل له: تقول لك فاطمة بنت محمد أقرضني عليه صاعا من تمر، الصاع تقريبا 3 كيلوات، وصاعا من شعير أرده عليك إن شاء الله. لاحظوا الهداية العملية، عندما قولي يكون شيء وعملي يكون شيء آخر، سواء كنت سياسيا أم رجل دين أم تاجرا أم شابة، الإنسان عندما كلامه يكون شيء لكن عمله يكون شيء آخر، طبيعي الناس يشوفون في العالم ما يهتدون للدين المبين. لكن إذا وجد الناس من المؤمن أن أقواله تطابق شاكلته النفسية، يعني واقعه كشفوه، فورا الناس يهتدون. قال: فأخذ سلمان الدرع ثم أتى به إلى شمعون اليهودي إلى آخره. قال، يعني جاء وذكر له أن السيدة الزهراء عليه السلام تقول: هذه يعني نضعها عندك كضمانة، فأقرضنا هذا المقدار.
قال: فأخذ شمعون الدرع ثم جعل يقلبه في كفه وعيداه تذرفان بالدموع وهو يقول: يا سلمان، هذا هو الزهد في الدنيا، هذا الذي أخبرنا به موسى بن عمران في التوراة، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأسلم وحسن إسلامه. هذا الآن قاعد يكشف عمق الإنسان. أما أنا بمجرد ما أحصل فلوس أدخرها في البنوك، بمجرد ما أحصل فلوس أشتري بيت ثاني وثالث ورابع، بمجرد ما أحصل فلوس فد بيت أريد يكون لي في المصيف، بمجرد ما أحصل فلوس أصنع كذا وكذا. طبعا الناس ما يهتدون. أيضا الوالد كان يقول كلمة لطيفة، يقول: لو أن شخصا حقيقيا زاهدا ورعا متقيا بهذه الخصوصيات. إسرائيل تدرون واليهود جدا متعصبين بدرجة رهيبة كما هو واضح، لكن لو شخص حقيقي بزهد سلمان، بزهد فاطمة عليها السلام، بزهد الأولياء ظهر فيهم، راح تشوفون كثير من نفس ذول اليهود سيسلمون. ليش؟ لأنه الحق نوره جدا قوي. بس المشكلة أنا وأمثالي أفعالنا تحجز وتحجب أشعة الشمس، وإلا كثير من الناس كانوا سيهتدون لو كشفت لهم الحقيقة. بعدين على أي تقدير اليهودي دفع لسلمان ذاك الصاع، تلك الأسوع، فأتى به سلمان إلى فاطمته. فاطمة ما الذي صنعت؟ فطحنته بيدها واختبزته خبزا. هي صلوات الله وسلامه عليها طحنت هذا الطحين، يعني طحنت ذاك الشعير وما أشبه ذلك. هكذا أيضا، هذا أيضا درس آخر للنساء. النساء الآن في عالم اليوم مع الأسف بمنهج الغرب، والآن سنختم إن شاء الله، ولو الرواية كلش طويلة وتحتاج يبدو إلى وقت آخر لكي نكملها، الرواية حوالي 10 صفحات طبعا تقريبا، وكلها عبر ودروس وينبغي أن يطالعها الإنسان دراسة تأمل. منهج الغرب الآن إخراج النساء للوظائف العامة، لماذا؟ هذا حتى مو منهج عقلائي، لأن الله قد قسم الأعمال طبيعيا بين الرجل وبين المرأة. الرجل يتكفل بالمال وبما هو خارج دائرة تربية الأولاد والمنزل، والمرأة تتكفل بشؤون المنزل. التقسيم تقسيم عادل، الرجل مسؤول والمرأة مسؤولة أيضا، وعلى كل منهما أن يعامل الآخر بالمعروف. لكن الغرب الذي صنع مع الأسف أخرج النساء للوظائف، فشنو صارت؟ نسبة البطالة ارتفعت. هذا خلاف حكمة الله. الله خلق العمل بمقدار القوة الرجالية، يعني بمقدار نصف المجتمع. نصف المجتمع لو اشتغلوا الأعمال كلها راح تكون طبيعية وماشية. أنتوا خربطتوا المعادلة، نسوان برزوا للعمل، شنو صار؟ نسبة البطالة ارتفعت. في كل المجتمعات هكذا، روح إلى الغرب، إلى بريطانيا، إلى البطالة في كل مكان موجودة. ليش؟ لأن السيستم والنظام خطأ في جوهره، غير المفاسد التي تترتب على ذلك. ثم المرأة خرجت للعمل، من يدير الأطفال؟ يسوون دار حضانة. من يستخدمون في دار الحضانة؟ رجال ونساء. يعني خربطتوا المعادلة من جديد. ما الذي صنعتم؟ أخرجتوا المرأة للعمل وأطفالها أعطيتوها لواحد آخر مسكين، رجل أو امرأة أيضا قاعد يشتغل، فكله إرباك. يعني في سيستم الله سبحانه وتعالى في الخلق خربطوا المعادلة، ونحن نركض وراهم فرحين أنه لا، المرأة ينبغي أن تكون مثقفة. بلا شك المرأة ينبغي أن تكون مثقفة، لكن دورها ينبغي أن يحفظ لها. السيارة الصغيرة لها دور، والسيارة التي تحمل أطنان الحديد الشاحنات له دور آخر. أنت تقول مساواة، فتريد تحمل أطنان الحديد على السيارة الصغيرة، هذا خطأ واضح. هذا له حديث مفصل ربما في المستقبل نتحدث عنه إن شاء الله، لكن إجمالا مع قطع النظر عن الأدلة الشرعية فهذا النظام كله فاسد. أن يخرجون المرأة للعمل ويخربطون سنة الله سبحانه وتعالى في الكون كله، غير الفساد الأخلاقي ترك أصلا. التوازن العائلي قد اختل، أساس بناء المجتمع هو الأسرة. أنتوا الأسرة والنواة حطمتوها من الداخل، الأطفال من يرعاهم؟ ثم بعدين هؤلاء الأطفال يحتاجون عطف الأم. أنت سلمت الأطفال لدار حضانة، فالولد يخرج غير سوي ويصير مجرم،
يعني احنا نترك الجانب الشرعي في الجانب العقلي والعقلائي، هذا العمل خطأ، خطأ في خطأ في خطأ. فالسيدة الزهراء عليها السلام فطحنته بيدها واختبزته خبزا، ثم أتت به إلى سلمان فقالت له: خذه وامضي به إلى النبي. فقال لها سلمان: يا فاطمة، خذي منه قرصا، يعني خبزت أخباز، فواحد من هذه خذيها للأطفال. يا فاطمة، خذي منه قرصا تعللين به الحسن والحسين. فقالت: يا سلمان، هذا شيء أمضيناه لله عز وجل، لسنا نأخذ منه شيئا. لاحظوا الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. في الكون كله جيبوا لنا واحد ثاني هكذا، فد واحد جيبوا. ثلاثة أيام ابناها، قطع النظر عن مقامهم العظيم عند الله وعند الناس، أب ابنان يرتجفان كالفرخ المنتوف من شدة الجوع، لكن هذه المرأة بهذه الدرجة من التضحية، هذا امتحان، ويمكن كل يوم أنا امتحن وأنتم تمتحنون بدرجات أهون من ذلك بكثير. الإنسان عليه أن يراقب في كل ثانية، الله يمتحنه في لسانه في مواقفه، هنا يؤمر بالمعروف لو يخاف، ينهى عن المنكر أو يخاف، يعطي للفقير والمحتاج والقاصد له بحاجة أو لا، أو أنه يقول ما عندنا خلق حوائج الناس. قالت: لا يا سلمان، هذا شيء أمضيناه لله عز وجل، لسنا نأخذ منه شيئا. فأخذه سلمان، وجاء الرواية طويلة، يبدو أنه ما عندنا مجال لكي نكمل الرواية، لكن يمكن أنتم تطالعون هذه الرواية فيها كلام طويل إن شاء الله، إذا الأفاضل الكرام اللي ما مطالعين هذه الرواية من قبل يطالعوها، واللي مطالعها مرة ثانية يتزود منها جديدة. الرواية طويلة وفيها معجزة للرسول صلى الله عليه وآله وكرامة للزهراء، لكن نختمها بآخر شيء. هذا الأعرابي عندما شاف تلك الأخلاق من رسول الله، ذاك الحلم، أنه يتهجم عليه بمر القول، والنبي يتكلم وياه بكل موضوعية، مو يريد يبطش به على طريقة ذاك الآخر. فجاء هذا الأعرابي وكان شجاع، وقف بوحده، 4000 مثله كانوا عنيفين، شفتوا عنفه، 4000 من بني سليم وقف فيهم صارخة، رجل شجاع يمكن يهجمون عليه يقتلوا، لكن المؤمن الشجاع لا يخاف. في التبليغ على الإنسان أن يكون شجاعا بدون حدود. وتزود الأعرابي واستوى على راحلته، وأتى بني سليم وهم يومئذ 4000 رجل. فلما أن وقف في وسطهم ناداهم بعلو صوته أو بعالي صوته: قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. رجل شجاع، يعني الحقيقة هكذا مثل الشمس أبرزها، رجل شجاع. إن الله في الرواية يحب المؤمن الشجاع ولو بقتل حية. المؤمن هكذا ينبغي أن يكون شجاعا، وما يدير بال الكلام من هنا ومن هناك، والذين يجبنونه على طريقة ذاك في معارك الرسول صلى الله عليه وآله، اللي رجع يجبن قومه ويجبنونه المعروف. قال: فلما سمعوا منه هذه المقالة أسرعوا إلى سيوفهم فجردوها، لأن منطق السيف هو الحاكم، منطق القوة مو قوة المنطق. ثم قالوا له: لقد صبوت إلى دين محمد الساحر الكذاب والعياذ بالله. فقال لهم: ما هو بساحر ولا كذاب، ودخل معهم في نقاش وحوار ووضح لهم الحق، فأسلم كلهم أجمعون. الرواية قلت مطولة، فأسلم في ذلك اليوم بعد حوار 4000 رجل، وهم أصحاب الرايات الخضر، وهم حول رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الرواية وأشباه هذه الرواية على الإنسان أن يطالعها ويتملى منها، ويتذكر قوله سبحانه وتعالى حيث يقول: بسم الله الرحمن الرحيم: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكي تكون شاكلتنا، ويكون بنياننا أفضل بنيان بإذن الله الملك الجبار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على
محمد وآله.